عباس، عباس تعال يا عباس، تعال لتساعدني. أمرك يا أبي. أمسك الحبل، اذهب في ذلك الاتجاه واحذر انحناء الحبل. تماما، هذا أفضل. هل الحبل مستقيم كما طلب؟ بارك الله فيك، نستعين بالحبل ليكون مجرى الماء داخل الحقل على خط مستقيم. نعمل منذ مطلع الفجر وحان الوقت لتناول الطعام. ما رأيك يا بني؟ ما هذا؟ ما هذا الجسم الغريب؟ قد يكون حجراً كبيراً أو صخرة. غريب، اسمح لي بتفقده، فلا بد من إبعاده عن الحقل. لا، انتظر يا محمود، علينا أولاً أن نتأكد من عدم خطورته. ولكنها ليست سوى قطعة معدنية صدئة. كن حذراً. احذر يا محمود، لا تقترب منها، يبدو أنها قذيفة مدفع لم تنفجر. إنها واحدة من مخلفات الحرب السابقة. شكلها غريب، لم أرى مثلها من قبل. كما قلت لك يا بني، إنها قذيفة غير منفجرة وليست قطعة حديد كما تظن، وقد يكون هناك أكثر من واحدة. أخبرنا يا أبي، كيف يمكن أن نساعد على حل هذه المشكلة؟ اسمع يا أخي، لا يمكن لمس القنابل والقذائف على اختلاف أنواعها لأنها مؤذية. الشجاعة مطلوبة يا ولدي، ولكن ليس مع القنابل والمخلفات الحربية. رغم أنها صدئة وقديمة، لكن خطورتها قد تكون كبيرة جدا. مرحبا يا سادة. أهلا بك يا طيف. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ كنت في الجوار وسمعت حواركم، أحسنتم باتخاذكم القرار الصحيح، لأن المخلفات الحربية شديدة الخطورة على الجميع، ولا يمكن لمسها أو رفعها أو حرقها أو غمرها بالماء ولا حتى رميها بحجر. هذه صور لأنواع مختلفة من القذائف، دققوا جيدا في الصورة. إذن يجب أن نكون حذرين عندما نسير أو نعمل، لأننا قد نصادف مثل هذه الأشياء القاتلة. أصبتما يا أبنائي، إذن هيا بنا الآن. ما رأيكما أن نذهب ونطلب المساعدة من الجهات المختصة؟ إنه الحل الوحيد، وإذا لم أجد شخصا يقدم لنا يد العون ماذا نفعل عندئذ؟ عندها يجب أن نترك هذه الأرض ونبحث عن مكان ليس فيه خطر، لأنه لا يمكننا المجازفة بحياتنا في هذه المنطقة الخطرة. أجل، هيا يا أبي لنذهب ونحصل على المساعدة. حسنا يا أبنائي، هيا بنا، تعالا معي. حاضر يا أبي. انتبهوا، إياكم والاقتراب من الأجسام الغريبة أو العبث بها أو ركلها أو حملها أينما عثرتم عليها، فهذه الأجسام تحتجز داخلها خطراً لا يوصف. لا تخاطروا في لمسها، بل اطلبوا مساعدة المختصين في إزالتها. إلى اللقاء.